مساء الخير اعزائي المشاهدين وحلقه جديده. اتكلمنا قبل كده عن الاكتئاب وعن القلق النفسي والفصام. النهارده هنتكلم عن طب نفس الاطفال. الطب النفسي له 6 فروع. احد الافرع دي طب نفس الاطفال او التشايلد سايكاتري. فالنهارده هنتكلم عن موضوع اسمه اضطراب كيف التوحد. ازاي احنا ممكن نشخص التوحد وازاي ان احنا ما نخافش قوي من كلمه توحد او طفل بينعزل شويه او طفل خجول، ونعرف ازاي ان احنا ممكن يكون في علاج او يكون في شفاء من هذا المرض. التوحد الناس كده بتتكلم عليه قوي، لكن النهارده هنتكلم عليه بصوره مركزه جدا ومبسطه للجماهير كلها عشان تعرف لما يكون عندك طفل في البيت منعزل شويه ما بيتكلمش يتاخر في الكلام، هل ده عنده توحد ولا لا؟ علشان في كتير قوي من الناس بيشخصوا التوحد ويكون في الاخر تشخيص خاطئ، فطبعا يبقى هنا بيعمل مشاكل جامده جدا للطفل والاسره. لان في الامراض النفسيه مش بس المريض بس بيتاثر، لا، المشكله في التوحد تحديدا، يعني ان الاسره كمان بتتاثر، بيجي لهم اكتئاب واحباطات شديده قوي الاباء والامهات نتيجه ان هم لا يعرفوا انهم عندهم توحد او فرط الحركه مع قله الانتباه، اي اضطراب في الاطفال طبعا بيخلي الاسره في حاله صعبه جدا يعني. ودور الطبيب طبعا ان هو يشخص هذا المرض بدقه جامده جدا ويتأنى في التشخيص، عشان كل حاجه ليها خصائص معينه بنشخص بيها، وفي اختبارات كمان نفسيه. بيكون معانا طبيب نفسي متخصص، اخصائي نفسي متخصص في التوحد، بيكون معانا كمان بعض الاختبارات النفسيه، ويوجد ايضا اخصائي اجتماعي واخصائي كمان تخاطب. فدي منظومه علاجيه وتشخيصيه في الاول لطيف التوحد. احنا سميناها طيف التوحد ليه؟ عملنا كلمه توحد ده اسمها الاوتيزم سبيكتروم ديس اوردر. الاوتيزم جايه من كلمه اوتوس اللي هي الذاتيه، هو ذاتي يعني، وكلمه ازموس الاذن اللي فيها دي جايه من الحركه يعني، فاذا هو ذاتيه الحركه يعني، تفسير كلمه اوتيزم باللغه اليونانيه. فطفلي، لان الحالات على فكره مش كلها زي بعضها، اللي اشتغل في مجال طب نفس الاطفال وشاف حالات متعدده من التوحد هيعرف ان كل واحد غير التاني، وكل واحد بيقدم بصوره كلينيكيه او صوره في العياده مختلفه خالص عن الطرف الاخر او الطفل الاخر، وبالتالي اسمه طيف. ولانه كمان في التقسيم او الجديد للامراض النفسيه في المانيوال بتاع الدي اس ام 5 او التقسيم الامريكي يعني، او حتى منظمه الصحه العالميه، بداوا يحطوا كل الحاجات اللي كانت بتسمى توحد حطوها في حاجه واحده بس اللي اسمها طيف التوحد. يعني مثلا حاجه زي الاسبرجر كان بتحط زمان في التقسيمات لوحدها، دلوقتي دمجوها مع التشخيص. برضه كان في متزنه تريت اللي بتصيب البنات، فبرضه حطوها معاهم، وحاجات تانية اللي هي الاربع خمس حاجات حطوهم في طيف التوحد. ده التبسيط يعني. عايزين نبقى في حجم المشكله، يعني احنا بنتكلم في مشكله هل هي حجمها كبير ولا حجمها قليل. في الولايات المتحده الامريكيه الاحصائيات، طبعا في مصر ما لقيتش احصائيات واضحه قوي يعني في حسب معلوماتي، لكن في الولايات المتحده الامريكيه وفي التكست بوك بتاعتنا اللي بنذاكر منها، المراجع اللي بنذاكر منها، ان يعني في ما بين كل 68 ولاده بيوجد واحد عنده التوحد. فاذا الانتشار عالي جدا ونسب بتزيد على فكره، وصلت يعني في ريسيرش ثانيه وصلت لواحد لكل 62 ولاده يبقى في واحد عنده توحد، فالنسبه بتزيد. فطبعا شك ان يكون في حاجه مش بس لسه نكمل عن موضوع الاسباب، فقال مش بس الجينات، ده اكيد في حاجه في الجو، في حاجه في التلوث، في حاجه فيروسات، حاجه كده يعني. فالنسبه 1.5 يعني، نتكلم في مصر على حجم المشكله تقريبا 1.5 مليون طفل او مراهق عندهم التوحد. يعني التوحد بيستمر شويه مع الاشخاص يعني. 30% عشان نكون واضحين في الكلام بتاعنا، لما مشخص توحد 30% منهم على فكره بيكونوا طبيعيين جدا وذكائهم اعلى من 70، فكويس ان في نسبه هتكمل معانا للجامعه وهتكمل معانا بنظره تفاؤليه ونظره واقعيه علميه. هيكملوا معانا ان شاء الله في الجامعه وهيتجوزوا وهيبقى كويسين. في 30% في 70% شويه منهم بقى عندهم ذكاء اقل من المعدل الطبيعي، ودول بيحتاجوا طبعا برامج تاهيليه وبرامج تعليميه وعلاج سلوكي وعلاج دوائي ايضا. فده الحجم المشكله بتاعتنا عرفناها. عرفنا تعريف طفل التوحد لغه ايه؟ احنا ازاي بنشخص توحد؟ يعني الطفل دلوقتي ما بيتكلمش، هل ده عنده توحد؟ الاجابه لا. عنده 3 سنين ما بيتكلمش. لان عشان نشخص توحد لازم يكون عندنا حاجتين اهميتين قوي بنسميهم الكور سيمتومز، او بنسميهم يعني الاسباب الجوهريه او الاعراض الجوهريه اللي هي الكور بتاع الحاجه يعني. فلازم يكون في
عدم القدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين. هو التعريف التوحد برضو ان هو بيكون يوجد mental disorder، بيبقى يعني اضطراب في نمو الأعصاب في المخ، يعني ده حاجة عصبية، مرض عصبي بيصيب المخ، يعني بيؤدي الى عدم تمييز الاشخاص بالنسبه للطفل، وبالتالي بيبقى واول اتصال تليفوني سريع كده الاستاذ جيهان، اهلا بيكي. اتفضلي استاذ جيهان. مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء الفل، اهلا بيكي استاذ جيهان، اتفضلي. ممكن مثلا اسال الدكتور على حاجه بعد اذنك؟ اتفضلي اموري، انا معاكي. اوكي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا بنتي عندها دلوقتي حوالي 3 سنين ونص. ايوه. بس هي مش عارفه، يعني هي دايما لما تيجي موضوع الحمام ده بعودها كتير تدخل وكده، بس هي انا برضه لسه معايا طفل جديد، يعني لسه يعني والده طفل جديد، فهي ما مش عارفه تتعلم الموضوع ده خالص، دايما تجيب في الاخوات صغير كده على اساس ان هو يعني صغير سنه زيه يعني. فانا مش عارفه يعني ده كده دي حاله نفسيه ولا ده غير الاطفال ولا ايه. هي 3 سنين ونص وفي طفل تاني جه، فبدا الامور ايه بدات تتراجع في التطور بتاعها، يعني بقى الكلام عبر عن ده. في موضوع الحمام بقى ما بتقدرش تدخل، يعني ساعات كده مع نفسي ما بتقدرش تدخل الثالث، فمش عارفه ده يعني ده موضوع نفسي ولا ده غير من الاطفال او ممكن يكون مرض عضوي او ايه. هو طبعا هنا عشان يعني يكون الإجابة صحيحة وشاملة، يعني يجب ان انا اشوف البنت حضرتك يعني في العيادة عشان نقرر ما اذا كان في مشكلة ام عدم مشكلة. ممكن طبعا في حاجة اسمها السيبلينج رايفري او اللي هو الغيرة من الاخوات، لما مثلا يكون في طفل لوحده وفجأة بيجي طفل تاني معاه سجان، يبقى في غيرة عادية، ممكن بيحصل تراجع، حاجة بنسميها ريجريشن او التراجع للخلف، يعني فالطفل مثلا اللي كان متعلم يتكلم ما بيتكلمش قوي، متعلم يشاور على حاجه بدا يتراجع في الحاجات دي. يعني هي كويسه دكتور وبتفهم كل حاجه، ويعني نفعها يعني كويس جدا، اهم حاجه بتبص لك كويس، بتتواصل معاكي. لا هي كويسه جدا، وبعدين بتبقى فاكره حاجات قديمه وتقعد تحكي لي عليها، واي موقف بيحصل قدامها ممكن تيجي تحكي لي عليه، ويعني طب تمام. بتلعب مع الاطفال تانيين؟ يعني بتلعب معاهم؟ اه طيب، يعني امور طبيعيه تقريبا يعني. معايا جدا. هي وذكي، انا بحسها ذكيه جدا، يعني حتى لما اجي اتكلم معاها في اي موضوع بتقعد تتكلم وتاخد وتدي معايا في الكلام، يعني هي مخها كويس جدا يعني. لا انا بطمنك استاذ جيهان، غالبا عند بنتك دوت، بس عشان في مولود جديد جه في العيله، فطبعا بيبقى فيه طبعا غيره عاديه، وده متوقع جدا، بطمنك ما فيش توحد ولا حاجه. هو ممكن عشان في بيبي تاني، فهي ممكن تكون بصاله على اساس غيره بقى ان انت عايزه كمان اهتمام زي ما بتهتمي بيه وكده، عايزه اهتمام، فبدات انها شويه تتراجع في بعض الحاجات اللي كانت بتعملها قبل كده، وده شيء طبيعي نحتويها شويه نديها اهتمام، ونفهم ان دي اختك وحبيبتك وتخليها تلعب معاها وكده يعني. بشكرك جدا استاذ جيهان، وطمني بنتك بخير، شكرا للاتصال. نكمل تاني، كنا بنتكلم على الاعراض بتاعت التوحد، احنا قلنا عدم القدره على التواصل والانفعال الاجتماعي او التفاعل الاجتماعي، فالطفل تلاقيه ما عندوش تواصل مع الاخرين، حتى مش باصص تواصل بصري، يعني المفروض مكلم حد اكون باصص في عينيه يعني، لكن طفل توحد ما يبصش لعينيه، عايش في عالم لوحده خالص منعزل. بيبدا كمان اعراض في البدايه خالص ان هو ما بيضحكش حتى في سن 4 5 6 شهور، المفروض يبقى فيه حاجه اسمها السوشيال سمايل، او ان هو بيضحك يبتسم للاخرين يعني. انا اسف، دي مش موجوده عنده. لما حتى تيجي تشيل الطفل دوت، تيجي تشيله كده من على الارض يعني، المفروض يبتدي ان هو ياخد وضع الاستعداد انه هيتشال يعني، فتلاقيه ان هو لا برضه مش عايز يتشال، حتى مامته يعني، مع مامته يعني، ما تفعلش مع مامته يعني. تحاول تحضنه تلاقيه مش برضه مش متفاعل شويه، لان هو عنده مشكله برضه في موضوع العواطف والتعبير عن العواطف، فهم الاخرين يعني. فدول اول علامات يعني. بعد كده بنلاقي برضه ان هو عند سن سنه بقى ده حاليا سن باسمه، يعني مثلا هو اسمه احمد او محمد، يا احمد يا احمد، 5 مرات لا يستجيب الى النادى عليه يعني، فطبعا طفل في سن سنه بيعرف ان اسمه بيتنادى راح باصص يبص لمامته، شيء طبيعي يعني. لكن طفل توحد مش كده، تكلمه 5 6 مرات على اسمه ما بيردش عليك. فدي من الحاجات برضو العلامات الاولى اللي تبين ان في توحد. يعني التوحد كل ما تشخص بدري اقل من سنتين، وهو صعب شويه تشخصه قبل سنتين ومحتاج خبره جامده قوي، ولكن بيشخص غالبا بعد سنتين او سنتين ونص كده بيتم تشخيص التوحد تشخيص نهائي يعني، وبدايه العلاج بعد كده. بس كل ما كان تشخيص بدري مبكر، كل ما كان العلاج مبكر، كل ما كانت النتائج افضل كتير جدا يعني. فانا مطمن الناس، التوحد مرض معقد شويه، صعب شويه، وعشان كده حلقه النهارده بنركز على الحكايه دي. اللي عنده اي شك ان هو يبقى في ابن عنده توحد يتوجه للطبيب النفسي المتخصص في طب نفس الاطفال، ويشوف ايه على ابنه. وتوصيات الجمعيه الامريكيه للطب النفسي
وتوصيات الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال بتقول ان في لازم يكون في مسح الاطفال في سن سنه ونص وسن سنتين، مسح على او يعني بنشوف بنعمل سكريننج كده على موضوع التوحد. ممكن يكون الطفل عنده توحد واحنا مش عارفين، فنخلي بالنا مش بس تاخر في كلام مش من ضمن الحاجات الاساسيه. بالاضافه الى ان هو مش متفاعل اجتماعيا مع الناس، وحتى مش عارف يعني ممكن مثلا ما يعرفش ان هو اللي قدامه زعلان. المفروض الواحد مثلا لما يبقى مكشره شويه ابقى عارف انها زعلانه. هو الطفل طبعا ما عندوش الحته دي، حاجه اسمها يعني lack of state of mind، مش هو من اللغه بالظبط، يعني هو عنده الحته دي ما بيعرفهاش قوي، ما يعرفش ان هو يستنبط ان اللي قدامه زعلان او فرحان. ما بيشاورش على حاجه، ده من طبيعه الاطفال مثلا يكون عايز حاجه يشاور عليها، يقول لك انا عايز دي، هو ما بيعملش كده، ما بيشاورش على حاجه. فعنده مشكله في التواصل والتفاعل الاجتماعي، دي رقم واحد. رقم اثنين اللي هي الافعال المتكرره النمطيه والمحدوده. بمعنى ان هو يعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها الهاند سلابنج، اللي يعمل ايديه كده، افعال متكرره، السلوك بتاعه متكرر ومحدود جدا يعني. فبيعمل بايديه اللي هي الرفرفه دي يعني، او ممكن يعمل الهاند بان يعني ماشي انا بقالي شويه يربط راسه في البتاع اللي وراه رايح جاي كده باك اند فورث، يبدأ رايح جاي بهذا الشكل ممكن ساعه كده. ده بيسموه السبيننج يعني، بيروح ويجي كتير قوي. في البتاع ممكن انا كنت بشوف الاطفال التوحد، انا اشتغلت في البحرين يمكن حوالي سنه في مركز توحد بس يعني، شفت الاف الحالات او مئات الحالات يعني. فكان دايما الاطفال ما عرفش يحب يحط ميه على ميه ثانيه، وبعدين يقفلوا النور كتير قوي يفتحوه، يعني يخش عند الاوضه يفضل يفتح النور يقفله. تكرار الافعال وتمام محدوده جدا يعني. برضه من ضمن الحاجات الثانيه ان هو بيحط الالعاب بتاعته لما يجي يلعب. طبعا احنا من الاطفال بصوره عامه لما نيجي نشخصهم او نيجي نشوف لما ينتمي معاهم بناخد التاريخ الماضي من الاسره، بنشوف الطفل بيتصرف ازاي، تصرفاته مع الاب والام، تصرفاته حتى في الويتنج اريا. احنا عندنا كاميرا يعني، عندنا كاميرا حاطينها بنشوف هو بيتصرف ازاي في الويتنج اريا، بيتفاعل ازاي مع بابا وماما، بيتفاعل ازاي مع الاطفال الاخرين. من خلالها بنحكم برضو على الطفل حتى قبل ما يدخل غرفه الكشف. اثناء الكشف بقى بديله العاب معينه، في عربيات بقى وفي البابل وحاجات زي كده، هل بيتفاعل معاها؟ هل ما بيتفاعلش معاها؟ هل عنده فكره عن اللعب التخيلي؟ اللعب التخيلي بمعنى ايه؟ ان هو احنا مثلا لما نيجي نعمل عيد ميلاد العروسه، جايبين عروسه كده بنعملها عيد ميلاد، بنطفي الشمع، العاب اطفال يعني، فده لعبه تخيلي يعني، مفيش العروسه دي مش بني ادم يعني. فهو طفل عادي بيتفاعل ويقول هل بيرث ديت يو في سن سنتين ثلاثه يعني. الطفل اللي عنده توحد بيبقى طبعا ما يعرفش يعني ايه اللعب التخيلي، او اللعب اللي هو فيه الميك بليف يعني، اللي هو لعب ان احنا بنمثل حاجه يعني. الحاجه الثانيه كمان ان هو شويه بيبقى الحركات زي ما قلنا متكرره، وعدم القدره على التواصل مع الاخرين. دي من الحاجات اللي بتميز جدا علامتين بيميزوا جدا طفل التوحد. بتلاقيه منعزل خالص يعني، لعبه حتى في الحاجه لما يلعب مثلا بعربيه، في عربيه معايا اهي، طبعا في عربيه ناس عماله ترن عليا، ارجو جماعه التواصل على الواتساب في كل اسئلتكم، والتواصل من خلال القناه. تليفون القناه والعاده موجوده اهوت في كل الواتساب، ارد عليه طبعا بعد الحلقه ان شاء الله. فبتلاقي ان هو ماسك العربيه كده، فبيبص للعجل بتاعها بس، العجل شغال كده، فده حاجه في التوحد يعني، ان هو بيبص للعجله مش للعربيه نفسها يعني، ما بياخدش باله من حاجه كامله ثانيه يعني. بالاضافه ان هو عنده الاستجابه للسنسري او اللي هي الاعراض الحسيه عنده. يعني مثلا هو بيبقى عنده حساسيه شديده جدا للصوت واللمس والضوء والحاجات دي، او ممكن ما يبقاش عنده خالص الحاجات دي، ممكن ما يتاثرش خالص بموضوع الالم واللمس والاصوات المرتفعه يعني. فحتى ممكن تلاقيه بيخبط دماغه في الحيط او يعض نفسه او حاجه زي كده، ده جزء برضه من التوحد. في عنف شويه يعني، بعض عندهم توحد بقى فيهم عنف، عشان كده بيديهم ادويه بتعالج هذا العنف لو كان في عنف، لكن مش كل عندهم كده. الاعراض الثانيه المصاحبه للتوحد، احنا قلنا فيها عظيمه السين اللي هي عدم القدره على التواصل مع الاخرين والتفاعل مع الاخرين. طفل تلاقيه لوحده خالص، حتى مش باصص لك وانت بتكلمه، بتمدح عليه ما بيردش عليك، فطبعا ده علامات مميزه يعني. بتلاقيه بيلعب لوحده حتى كمان، ماسك اللعب بشكل معين. تكرار الافعال زي قلنا الفلابنج اللي هو رفرفه الايدين، واللي يفضل رايح جاي سبيننج، ويقفل النور يفتحه ويحط الحاجات فوق بعضها ويحط المكعبات بشكل معين. عنده كمان يقاوم اي تغيير، عامل زي مبدا الاستاذ القاهري يعني، هو اي تغيير في البيت في الاوضه بتاعته، لو حطينا مثلا لابتوب كده على جنب شويه يقول لك لا دي مشكله كبيره، فبيقاوم اي تغيير. وكمان بيحب اكلات معينه يعني، هو عنده مثلا اكل او اثنين تلاقيه لازم فيها ما بيغيرهمش خالص يعني، وفي اكلات ثانيه ريحتها بالنسبه له فيها مشكله او طعمها فيها مشكله. فلو كل هذه الاعراض موجوده طبعا بنشخص التوحد او طب التوحد. موضوع تاخر الكلام طبعا ده من الاعراض المصاحبه الاخرى للتوحد. بتلاقي الطفل المفروض في سن سنه
بيبتدي يقول يعني كوني كده، يقول بابا ماما حاجه قوي. كلمه واحده على الاقل في سن 18 شهر، 18 شهر تحديدا يعني، يبتدي يقول اكتر من كلمه. سن سنتين فهم الجمله من كلمتين، ماما اشرب، ما اكل كده يعني. فطبعا طفل دوت بتلاقيه يا مثلا هو كمل 3 سنين وتراجع، نسي كل اللي اتعلمه فما بيتكلمش ولا كلمه، او هو اصلا ما عرفش يتكلم خالص، ما قالش ولا كلمه. طبعا في سن سنتين او سنتين ونص طبعا دي علامه مميزه للتوحد بالاضافه للتواصل الاجتماعي والافعال المتكرره او التصرفات المتكرره. فلما طبعا الطفل ما بيتكلمش عن سن سنتين او سنه ونص، بنبقى عارفين ان هنا في مشكله في الكلام، وده جزء مصاحب للتوحد. في مشكله كمان في الكلام بتاع ان هو بيقول حاجات ساعات مش فاهمها يعني، بيستخدم اللغه بشكل مختلف، وتلاقي حتى التون بتاعه يعني في خنفان شويه كده، نزل تون، بتلاقيه بيتكلم زي كمان الرابط زي الانسان الالي بالظبط. في ناس كده، وفي واحد بيكرر الكلام يعني بنسميه الايكولاليا، تكرر يعني يقول مثلا كلمه يكررها 50 مره. فدي برضه من العلامات المميزه للتوحد، لو لقينا الحاجات دي يبقى عندهم توحد. في ناس عندهم كمان اضطرابات النوم، ما بينموش ماده واحد، ما بينموش كويس، عندهم مشاكل في النوم، مشاكل في الحاله المزاجيه مش مستقره، اللي هي الميل سفينكس، يوم يصحى اريف، يوم يصحى كويس، فعندهم الميل سفينكس عالي قوي، عندهم ايرتابيلتي رايب جدا اللي هو التوتر يعني، اللي هو قاعد في مكانه كده مش طايق نفسه يعني. فده برضه من الحاجات المصاحبه للاعراض الاساسيه او الجوهريه في التوحد. التشخيص قلنا الاعراض كلها تقريبا. التشخيص هنا يا جماعه طبعا لازم يبقى بعنايه وبحرص جامد، عشان لما نحط كلمه توحد دي بنحط يعني حاجه تشخيص ما هوش سهل للطفل، وبالتالي لازم يتحط بعنايه وما يشوفوش نص ساعه وشخص على طول بسرعه، ما وصليش ولا حاجه، ما سمعش الكلمه، لان ممكن يكون عنده مشكله في السمع، يعني لما يرجع عليه مثلا اقول احمد او محمد ما سمعنيش، فطبعا نعمله فحوصات اخرى زي مثلا مقياس السمع، التخاطب بنشوفه، بنشوف بعض الناس بيحتاجوا تخطيط المخ يعني او راس المخ، عشان مرض السرع بقى مرتبط بموضوع التوحد، لان هو اضطراب في الاعصاب اساسا، وبالتالي ممكن يؤثر يجيب نوبات صرعيه، وبالتالي يتم علاجها يعني. فاذا هنا التشخيص يجب ان يكون دقيق قوي، وبقول للاطباء السؤالين ما تسرعوش في التشخيص. التشخيص بيتم على مرتين او ثلاثه، بنشوف بنلاحظه اكتر من مره، بناخد تاريخ مرضي من الاسره من الاب والام، بنشوف بالظبط النمو بتاعه مش ازاي، لان هو الديفلوبمنت او النمائيه باللغه العربيه بيكون متاخر عنده، يعني المشي حتى متاخر، الكلام متاخر، التواصل البصري مش موجود، الضحكه اللي بتطلع مش متاخره، التكرار الحركات والسبيننج اللي يحط الحاجه فوق بعضها ويعمل رفرفه بايدينه، وفي التيب تون كمان يمشي على ترطيب صبعه، دي من الحاجات المميزه قوي. تلاقي ناس عنده سنتين ماشي على ترطيب صبعه 3 سنين، استمر فتره، دي مميزه من حاجات التوحد يعني. فدي اكتر من حاجه حقيقه. احنا قلنا يمكن 8 او 9 اعراض، فلو بس العرضين اهم عرضين لو عدم التواصل مع الاخرين او مش باصص لي خالص، نعمل مره ثانيه. انا بحب اكرر في البرنامج بتاعي عشان المعلومه تلتصق بالمشاهدين ويطلع المشاهد المستفاد من الحلقه. ما بقولش الحاجه مره واحده، بحاول اكرر ثاني ان في عدم تواصل بصري وما بيسمعش لكلامنا وبنعزل على طول، وحتى اسمه مش بيرد عليه، مش بيبص في عينيا، بيعمل حركات متكرره ولعبه في حاجات غريبه، وكمان تاثره بالحواس في عنده فيها مشكله، اللي هي الاصوات العاليه ما تاثرش بيها، وعنده يا هايبر يعني يا هايبر سنسيتيفيتي يا هايبر سنسيتيفيتي للاصوات واللمس والحاجات دي كلها. ده ما يميز التوحد. ده بالنسبه للاعراض والتشخيص. نخش بعد كده على الاسباب. الاسباب طبعا بما ان هو مرض شويه يعني في تعقيد شويه، ما هوش سهل. الاسئله جايه كتير هنا، ان شاء الله اجاوب عليها وعد بعد الحلقه مباشره، هيكون اجابه على كل سؤال. ماشي، معانا تليفون دلوقتي قبل ما نخش في الاسباب. للاسف الخط انقطع، نعاود نتصل بيه مره اخرى. فبنتكلم عن الاسباب. التوحد طبعا مرض يعني او اضطراب، لان الاضطراب مش عارفين سببه بالظبط، المرض عارفين سببه ايه. فهو عشان كده ديسوردر اضطراب يعني، تعريفه ان هو سببه مش معروف قوي، لكن طبعا في نظريات يعني كتير قوي. وهو طبعا التطور في علم الجينات بيننا ان في سبب جيني للتوحد. في طبعا خزعبلات كتير او في تخاريف كتير، او زي ما نقول اساطير الطب، اللي ممكن يقول لك ان التوحد او التوحد سببه الفاكسين. طبعا واجبة بالعلم
ان مفيش اي دليل بالابحاث العلميه على ان الفاكسينات بتاعت شلل الاطفال وغيرها وغيرها واللي هي الحصبه والكلام ده يعني ما بتعملش خالص التوحد. فلازم طعم اولادنا ما نخافش من التطعيمات لان دوت كان من الاساطير القديمه الخاطئه انها بتسبب التوحد. موضوع الزئبق برضو انها بيسبب التوحد او مش عارف حاجات كده ما هياش علميه خالص. وموضوع ان الام بتاخد ادويه في الحمل حتى دوت مش مثبت يعني. لكن بعض مرات الاكتئاب بتعمل هذه الموضوع لو تحتوي على السيروتونين بالذات يعني بيقولوا ده بالبحث يعني لان هو واضح في من الاسباب اللي بتعمل التوحد ان السيروتونين بيزيد شويه في اماكن معينه في المخ. ففي معاد ادويه الاكتئاب وده اسمه اسيتامينوفان. الادويه اللي بتاخد في الحمل ما بتعملش خالص موضوع التوحد. في برضه ناس يقول لك مضاعفات الحمل او الحمل كان فيه مشكله ولاده يعني لا ده برضه ده يسبب التوحد. موضوع التربية الخاطئة والقسوة مش عارف ايه او الانفصال ما ليس بالتوحد. موضوع سن الاب والام لو كان متأخر شوية فوق الاربعين او فوق الاربعين الست والراجل فوق الخمسين بيزود نسبة شوية بس برضه مش مثبتة قوي يعني. موضوع ان في اكلات معينة ممكن تسبب التوحد برضه اللي هو اللي بتعتبر الكازين والجلوتين. الحاجات دي برضه مش مثبتة علميا يعني. المفروض عشان برضه نثبت حاجة علميا يجب ان يتوفر لنا 10 على الاقل 10 ابحاث علميه في اماكن مختلفه فيما يسمى بالميتا اناليسز او التحليل الابحاث العلميه الكثيره يعني بال 10 ابحاث علميه. وطبعا بتمر بمراحل كثيره وتوثق من المجالات العلميه زي الجمعيه الامريكيه للطب النفسي او الجمعيه بتاعت الكره الملكيه المجال بتاعت الكره الملكيه للاطباء النفسيين بالعنبنات ودول قطبي الطب النفسي يعني. انا هيبقى شويه بزمانتهم يعني انت وبيجي لي طبعا شويه منهم هم الاثنين يعني. فعشان كده الاسباب بتاعتنا اسباب جينيه وغالبا الكروموزوم 16 بالذات من الحاجات الجديده شويه وعشان كده حتى في العلاج مركزين على ده بس هو بيمثل جزء قليل من الناس اللي عندهم. في برضه كروموزوم ثاني اسمه او جين ثاني اسمه شانك 2. الشانك دوت هو مسؤول برضه عن المرضى اللي عندهم طفل التوحد. فاذا اسباب جينيه وفي اسباب كمان بيئيه. طبعا زي ما قلت الالتهاب الفيروسي في اثناء الحمل او بعد الولاده مباشره الفيروسات المتعدده ليها جزء في هذا الموضوع. برضه التلوث بتاع البيئه يعني التلوث البيئي اكيد احنا من 50 60 سنه ما كانش في تلوث بهذا الشكل يعني في مصر او غيرها من الدول. فتلوث البيئه والالوان الصناعيه والحاجات دي كلها ممكن تكون ليها دور يعني واحنا مش متاكدين بالظبط قوي لكن الابحاث شغاله على هذا المنوال. نيجي الموضوع هنعمل ايه لما شخصنا خلاص توحد وقلنا هذا الطفل عنده طفل توحد. ايه العلاج؟ ده السؤال المهم قوي. وهل في علاج شفاء نهائي ولا هو بس مجرد ان احنا بنحسن الاداء بتاعه؟ طبعا زي ما قلنا في البدايه خالص احنا التشخيص لو كان مبكر في سنتين او ثلاث سنين شخصنا وتاكدنا تشخيص وبدانا العلاج السلوكي المكثف اللي هو بيعتمد على الابلايد بيفر اناليسيز او اللي هو السلوك التحليلي اللي هو الاي بي اي. فاذا العلاج دوت بيبقى فعال جدا. فاذا يجب ان يكون العلاج عن طريق ان احنا بنعمل العلاج السلوكي المكثف وعلاج التخاطب وعلاج الوظيفي. وفي ده اسمه ريسبيردون ده بيعالج برضو الانفعالات الزايده والعنف الموجود. في انا شايف في الافق طبعا العلاج الجيني. العلاج الجيني هيبقى هو تقريبا هو ده علاج التوحد. واحب اطمن الناس ان هو علاج الجيني سيكون رقم واحد ان شاء الله في السنتين الجايين دول هيبقى فيه شفاء نهائي من التوحد. الخلايا الجذعيه غير مثبته، موضوع الزئبق غير مثبت، موضوع ان احنا بنعمل له مش عارف الاستخباء وحاجات زي كده بنشيل حاجات ده برضه غير مثبت. مش عايز الناس تتعلق بمن يدعي العلم ويمشي ورا الوهم، لا لازم يكون الكلام موثق ويكون واخد ابروفال او واخد موافقه من الاف دي اي اللي هي منظمه الغذاء والدواء في وزاره الصحه الامريكيه. فيجب ان يكون العلاج موثق ويكون معمول عليه ابحاث علميه. فنصيحه للاباء والامهات اولادكم بخير وربنا اراد ان يكون عندكم ابن توحد ده نعمه عند ربنا نحاول نعتني بيه وما نقلقش وان شاء الله في علاج جيني قادم ان شاء الله. تابعوا الابحاث العلميه وتابعوني. بشكركم جدا مع الورق تجي بسرعه. بشكركم على هذه الحلقه مع دكتور تامر ياروز ونراكم على خير الاسبوع القادم ان شاء الله.